مرة كتغنيو مع بعضياتكم؟ أول مرة. صحيح. أول مرة وطبعا شي يشرفني. ونعمان بكثرة ما هو راوي تراث راوي أندلسي ملحون، دائما تتحس بهذه اللمحة، اللمسة التراثية عنده في عمله، في الأعمال ديالو، وأعماله كلها تتقيس أي فنان خرج من مدارس طربية ولا تراثية. ولهذا السبب تنقول لك أنا نعمان قيمته كفنان هو مدرسة اللي روى من جميع الألوان الغنائية المتوفرة عندنا في المغرب، ووظفها في أغاني جميلة. وطبعا هذا توثيق هذا العمل الذي يقوم به، ما يكون إلا توثيق. رائع هذه الكلمة بالضبط مجدة، من عندك نأخذها، هو توثيق للأجيال المقبلة. ولألوان تنخاف شي وقت من الأوقات تمشي، ما تبقاش. فأنا قلت لك مرات والله كان عندي فرص نكون مشهور أكثر بكثير دول ثانية، ولكن دائما عندي واحد المقولة تنقولها من نهار الأول: أفضل أن أكون حقيقة صغيرة على أن أكون ظلا كبيرا. بارك الله عليك. ما غاديش اليوم اكتشفنا ماجدة وهي كتغني معاك أمانة عليك يا مركب، ما شجعتيهاش انها تخرج، فوالا ما شجعتيهاش انها تخرج من 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 الملحون وتنفتح على الوان موسيقيه اخرى تلحن لها. ربما ما قالتليش شجعتها تخرج غير من القناه الثانيه وتجي للقناه الاولى، لان هي ملك المغاربه كامل هذه الاولى. مرحبا بك. ولكن هي دعوه مفتوحه وانا مستعد، وصدقني نقدروا نديروا روائع مع صوتك الجميل والاحساس. يسعدني جدا. تي لو مومون اجوردي انا ماجدة اليحيوي تخرج من لون الملحون وتبان للجمهور من التراث. ما عمري كان عندي اعتراف مغاربه، ونتمنوا نطوروا في مسيرتنا. وكنظن انه نعمان من الفنانين المغاربة اللي يقدر هو تعرف يعجن الفنان، تعرف يعني طينة صوت هذا الفنان. لأن أنا قلت لك هو متمكن من أدواته، ما يمكن له إلا هو عنده قدرة أنه يصنع فنان. وي ف ان شاء الله طبعا يسعدني ويشرفني. والله اليوم مفتوحه امام جمعتنا وعد، راه خصك تعيط لي نرجعوا لك بعمل ان شاء الله. قبل نبغي نشكرك ماجدة اليحيوي لانك نورتينا. شكرا لك على الحضور ديالك، نتمنى لك مسيره موفقه. شكرا مره اخرى. شكرا لك على وجودي في داري الاولى اللي هي القناه الاولى، ونتمنى بقيه سهره ممتعه للجميع.